أميرة الألف يا فندم، حاضرة مع المتهمة. هند صبري محامية مقيدة في نقابة المحامين في تونس. قضايا واقعية حولت مفترق طرق لدراما قانونية. أكل وقضايا عمالية، جناية اغتصاب، كان عنده كوكتيل قضايا يعني. رفعت الجلسة. هي قضية عمر وصل فين؟ في جديد؟ نقدر نقول إن أحداث مسلسل مفترق طرق راحت لأبعد من إنها تكون مجرد حبكة درامية وقصص اجتماعية وحياتية، فهو كمان دراما قانونية إجرائية بالإضافة إلى قضية أميرة المحورية والعلاقات الاجتماعية وانعكاسها على حياتها. بيتناول المسلسل قضايا مهمة ليها تأثير عميق على المجتمع والمشهد القانوني في مصر من خلال القضايا اللي بيترافع عنهم أبطال المسلسل المحاميين، بداية من أميرة ويحيى لباقي زملائهم في المكتب. وأميرة برافو، قضية البترول برافو برافو برافو. فكل حلقة في سيناريوهات واقعية بتسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين القانون والقضايا المجتمعية، وازاي بتشكل القضايا الفاصلة الرأي العام والسوابق القانونية. كان في عدة قضايا مطروحة بيتناولها المسلسل، هو صورة جيدة للمحاماة يعني. كان في لابسين كويس، تكلموا بهدوء بعيداً عن أي ضغوط في أي مجتمعات، يعني الصورة المثالية للمحامي. المسلسل سبب نجاحه أنه الناس بتعشق القضايا والسسبنس والسبرايز والمحاماة، والأمور اللي في أروقة المحاكم دي بتجذب الناس لأنها بعيدة عن تناول الحياة اليومية للمشاهدين. الجديد أنه الناس تدخل أقسام الشرطة وتشوف النيابات وتشوف المحاكم وتشوف تناول القضايا وحل العقدة في النهاية، انتصار البطل اللي هو هند صبري وحصولها على حكم لصالح موكلها، ده اللي بينتظره المشاهد. رفعت الجلسة. والموضوع ده ما كانش صعب قوي على هند صبري محامية في الحقيقة، وهي مقيدة في نقابة المحامين في تونس، خريجة حقوق يعني. فطبعا هي شخصيتها جادة في المسلسل، في جدية في التناول، وجدت انه في قضايا كتير مطروحة في المسلسل. ده غير ان المؤلفين اثناء الكتابة ومعالجة النص الدرامية استعانوا بالعديد من الخبراء القانونيين، واطلعوا على قضايا كتيرة مثيرة لاهتمام الشارع عشان تكون القصص المطروحة اكثر صدقا وواقعية، وبتعالج قضايا شغلت الرأي العام لم يسبق طرحها في الدراما المصرية قبل كده. انا شايف انه في عنوان عريض كان المؤلف عايز يضعه ويطرحه بين الناس، وهو العدالة. المسلسل مختلف لأنه فيه قضايا كتير بتتناقش في عدد حلقات قليلة، وأنا شايف أنه يعني ناقش القضايا دي بشكل جيد، ووجهة نظري أنه محتاج المؤلف يتوسع في كل قضية من القضايا دي ويعمل لها عمل خاص ويفرد مساحة أكتر. هو كان عنده المؤلف تزاحم في الأفكار، وده كويس يعني، خاله خصب المؤلف وعنده قضايا كتير عايز يطرحها في وقت قليل، وهو نجح فعلا في انه يعمل ده، وده شفناه من اول حلقات المسلسل. سيادة المحافظ، استاذن حضرتك تفضل معنا. تفضل معاكم فيه مكتب النائب العام. بدأ المسلسل بخيانة البطل اللي هو ماجد المصري، وطبعا مؤخرا بدأ يبقى فيه جرائم رشوة جنسية ما كانتش موجودة قبل كده، لكن دي جريمة، ودي جريمة بيعاقب عليها زي الرشوة المادية بالظبط، وطرحت ما سلطوش الضوء عليها بشكل موسع لأن دي كانت إحدى الأمور، إنما الخيانة الزوجية كانت مطروحة، وكان في صراع ما بين إنها تستمر في حبها لزوجها اللي خانها أو خلاص تتطلق وتبدأ حياة جديدة، وطول الوقت مصلحة أطفالها بتضعها أمام عينيها. بس بتحبين لسه في بينا أولاد، مش عايز تعملوا هزة تانية. وعمق المعالجة للقضايا شفناه في قضية الاغتصاب اللي تعرضت له الرقاصة من خلال تسليط الضوء على جدل عدم الأخذ بإفادتها، والمحامي شعبان سعيد بيوضح الموضوع أكتر من الناحية القانونية، وفي أي حال لا يؤخذ بشهادتها. فهل يجوز أن تعتد المحكمة بشهادة شخص اعتاد ممارسة الفسوق؟ هذا الأمر غير سليم،
وغير يعني غير واقعي. لا، الرقاصة بتشهد في قضايا، والرقاصة بتتعرض لجرائم، وعندما تقاضي الشخص اللي اعتدى عليها ايا كان هذا الاعتداء بتاخد حقها، لها شهادة ولها حقوق، ومن الممكن ان تقيم دعوة، ولو ثبتت هذه الواقعة يعاقب المغتصب بالاعدام اذا ثبتت الواقعة. هو خد براءة لانه في شك في حدوث الواقعة، شك فقط، التشكيك هو السبب في اصدار حكم بالبراءة. ألا تصدر المحكمة حكما بالإدانة إلا بناء على أدلة دامغة لا تدع مجالا للشك، وبناء على ذلك حكمت المحكمة بمراءة المتهم مما نسب إليه. إنما لو ثبتت الواقعة ضد هذا الشخص، للأسف هي وضعت نفسها في موضع مفهوش شهادة، هي أغلقت عليها الأبواب مع شخص وما فيش شهود غير ربنا، ما فيش حد يشهد معاها، ما فيش إصابات بالغة تقول إنه تم الاعتداء عليها جسدياً، ما فيش حد شهد، عشان كده صدر حكم بالبراءة، بس مش عشان هي رقصة. بالضبط زي الأخذ بشهادة طفل يعاني من التوحد. إذا كان الطفل تعدى 7 سنوات وكان هو الشاهد الوحيد في القضية، فمن الممكن أن يؤخذ بشهادته على سبيل الاستدلال، ولكن لابد أن يكون بجوارها أدلة أخرى تعضدها وتدعمها، ولكن شهادة الطفل وحدها ما بتكونش كافية، إنما ما يكونش هو الدليل الوحيد، لكن يجوز الأخذ بشهادة هذا الطفل بس بشروط، حتى لو كان متوحد، تبقى أمارة أو يعني بداية الخيط حول ارتكاب شخص الجريمة، إنما لابد من أدلة أخرى تعضد هذا الدليل. خناقة الأربع 13 أكتوبر 11:23 دقيقة. خناقة. وإيقاع العمل السريع خلاه يقدر يضم عدد كبير من القضايا المتنوعة والمختلفة، فكمان شفنا التعويضات للعمال اللي تعرضوا لإصابة في عملهم. الشركات دي ما بتعتذرش، ولو اعتذرت فبيبقى على شكل فلوس. خلينا عمليين ونفكر في الفلوس. هو كان المؤلف عايز يقول ان كل فرد في المجتمع بياخد حقه، بما فيهم العامل البسيط اللي اصيب في عمله، وخدوا تعويضات كويسه، فيعني جاب تشكيله قضايا قتل وقضايا عماليه وجنايه اغتصاب وخيانه والرشوه بتاعت ماجد المصري، فيعني كان عنده كوكتيل قضايا يعني. زي تعاطي المخدرات اللي كان من الممكن يكون سبب ثبوت تهمة القتل. هو انا هعمله ايه معايا يا طنط؟ والله العظيم ما قتلت الراجل ده اصلا، ما شفتوش من بعد ما مشيت. فده رغم انه من اسرة راقية، لكن وقع فريسة للمخدرات وتعرض لاتهامه في قضية قتل وسرقة لمجرد انه اهله اهملوا فيه ورايح يذاكر مع اصدقائه بدون متابعة، كان ممكن يعني يصدر حكم بالاعدام بتهمة القتل اللي كانت مطروحة، قتل البواب. براء حبيبي، براء براء يا حبيبي بقلبي، براء. برافو يا بطل. بجد عجبتك؟ جدا. لا انا كاميرة انبهرت الصراحة.